بيتسو موسيماني يحقق نجاحات كبيرة وكثيرة مع النادي الأهلي في العامين الماضيين، رأيك إيه في تجديد عقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي مؤخرا؟ أعتقد أن هذا أمر جيد. وهذا يعزز من مكانة الفريق. رأيت الفريق وكثير من لاعبيه. وكان أدائهم رائعا. رأيتهم في كأس العرب. وأيضا في كنت في الكاميرون. وبالطبع كان يمكنهم التأهل للنهائي. وكان هناك الكثير من المباريات الجيدة. وهذا يؤهل كان يؤهل فريق الأهلي للعب في كأس الأندية، كأس العالم الأندية. وثم عاد النادي الأهلي ولعب في الدوري. هناك عدد قليل من الفرق في العالم وعدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم اجتياز كل هذه المباريات، هذا الكم الكبير من المباريات. والشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو السفر إلى الكاميرون وغيره من البلدان، ثم الذهاب إلى أبو ظبي والعودة إلى القاهرة. كل هذا يؤثر على اللاعبين لأنهم في النهاية بشر، ويقلل من كفاءتهم. ولكنهم سرعان ما يستعيدون كفاءتهم وطاقتهم. لذا أريد أن أتمنى لهم حظا سعيدا دائما. هل عرض اتحاد جنوب أفريقيا في أي وقت على بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا؟ لا، لا أعتقد ذلك. لدينا مدرب ولدينا هيئة تدريب، وسوف نلعب ضد غينيا، وسوف نلعب بطولة العالم كان لدينا مباراتين، مباراتين من المباريات المؤهله.